وبعد فقد كثرت الكتابات عن الشمقمقية، وجاءتني أيضا سؤالات أفرزتها في جيبي عن قصيدة أبي طالب، ووعدت أخي ابني البارحة على أن أذكر له شيئا من الشمقمقية، ووفاء بالوعد له سأذكر أبياتا لكم. فالشمقمقية منسوبة إلى صاحبها وهو ابن الونان، وكان أبوه قريبا من السلطان وينادمه ويلاطفه وكان أديبا، فلقبه بأبي الشمقمق، فعرف هذا الابن بعد ذلك بابن أبي الشمقمق، وذلك لأنه قد حاول الدخول على السلطان بعد موت أبيه فلم يقدر هنا عندكم في المغرب، فتعرض ذات يوم للسلطان وهو في نزهة، فارتفع على مكان النشاز مرتفع، ثم قال له: يا سيدي سبط النبي أبو الشمقمق أبي. فأدرك السلطان أن هذا ابن فلان، لما رجع إلى قصره أمر بأن يدخل عليه، فدخل عليه وكان قد أعد هذه القصيدة فراقت له، فقربه على إثرها، وهو عالم أديب، وقصيدة هذه قصيدة جميلة، وأنا كنت قد أحببتها لأني سمعت بها مع بعض إخواننا الشناقطة، وهي حقيقة حرية بأن اعتنى بها لما فيها من الأدب واللغة والأمثال والحكم إلى غير ذلك، وهي طويلة، لكن أذكر لكم البعض لأن الوقت لا يتسع. وأما صاحب أو أصحاب الطلب لقصيدة أبي طالب اللامية فلعلنا في وقت آخر. فأما الشمقمقية التي نسبت إليه وهي قصيدة ابن الونان معروفة، قصيدة ابن الونان يقول فيها: مهلا على رسلك حاد لينقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلا تنسملقي، وما أتلت تدرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قريقي، وكل أبطحا وأجرعا وجزع وصريمة وكل أبرقي، مجاهل تحار فيهن القطى لدنة لا رسم دار قد بقي، ليس بها غير السوافي والحواصب الحراجج وكل زحلقي، والمرخ والعفار والعضاه والبشام والأذل ونبت الخربقي، والرمث والخلة والسعدان والثغر وشري وسنا وسمسقي، وعشر ونشم وإسحل مع ثمام وبهار مونقي، والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنت والقطا وجورقي، والليل والنهار والرئال والهيثم مع عكرمة وخرنقي، ولم تزل تقطع جرباب الدجاب جالم اليد وسيف العنق، فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلقي، إلا وفي خرخاض دمع عينها خاضت وغابت بسراب مطبقي، كأنما رقراقها بحر طمى والنوق أمواج عليه ترتقي، وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورقي، مرت بها هجو الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي، وكم بصوت البغي سقت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي، حتى غدت خوصا عجافا ضمارا مرثومة أعناقها تشكو طويل العنق، مرثومة الأيدي شكت فرط الوجا لكنها تشكو لغير مشفق، قد ذهبت عنها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق، كأنها لم تك قبل انتخبت من كل قرواء رقوب فنق، دوسرة هوجاء وجن ما بها من نقاب ومن وجن وسالق، من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شانق، وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهاق، فسوف تعروك على إتعابها ندامة الكسعي والفرزدق، وكنت قد عوضت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالآنق، لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي، رفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتق، وهب لأيديهن أيدا ولها متنا متينا ما خلا عن مصدقي، فما لضعن حملت من مرة بضعان أودى بها في الغسق، أسأت للغيد وللنوق ولي إساءة بتوبة لم تمحق، لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقر قلبي ذا تعلق، حملت رأسك على شبا القنا مروعا به حداة الأينق، فسق فلا نعيم عوفك ولا أمن خوفك ولا تدرنفق،
ودع يسوق بعضها بعضا فقد دنا ولوجها بوعر ضيق ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمبهمات الطرق إن غارثت علفتها ولو بما جمعته من ذهب وورق أو صديت أوردتها من أدمعي مهر الأبلة ونهر جلقي لفا بها شفيعها هوادج قدت سماء كل بدر مشرق من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عيطاء ذات رونق خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة معتنق بهنانة المعتنق لفا بها شفيعها هوادج قد لفقا بها شفيعها هوادج غدت سماء كل بدر مشرق من كل عيطاء من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عيطاء ذات رونق خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة المعتنق وقل لربات الهوادج انجلين آمنات فزع وفرق فإنني أشجع من ربيعة يوم الضعينة حامي الضعينة لدى وقت اللقي فربما يبدو إذا برزن لي ريم إليه طار في تشوقي لبنى وما أدراك ما لبنى بها عرفت صبا مغرما ذا قلقي تسبي بثغر أجنب ومرشف قد ارتوى من قرقف معتقي وناعم مهيكل وفاحم مرجل وحاجب مرقق وعقب محجل ومعصم مسور وعنق مطوق إلى آخره. هي طويلة هي طويلة وأنا والله قد قاربت على الانتهاء منها ما بقي إلا 10 أبيات أو 15 بيتا لكن الوقت يطول ويكفي هذا.